وقفت بعوضة على قرن ثور وبقيت عليه مدة طويلة، وحين عزمت على الطيران بدأت تطن وسألت الثور: هل تحب أن أرحل عنك لأريحك مني؟ فأجاب الثور: إني لم أشعر بك عندما نزلت، ولن أشعر بغيابك إذا ذهبت. سمع شيخ حكيم هذه القصة فقال: لو عرف بعض الناس أن الآخرين لا يفكرون فيهم ولا يحسون بهم لاستراحوا وأراحوا. ذات صيف شديد الحرارة جفت الحشائش في الغابة، ولم يجد حمار الوحشي طعاما ليأكله، فانطلق في سبيله حتى وصل إلى قرية صغيرة، ودخل أول طريق صادفه فيها، فوجد أمامه حمارا من حمير العمل، ينام على الأرض في كسل أمام بيت صاحبه. اقترب الحمار الوحشي من حمار العمل وقال له: تبدو عليك السعادة أيها الحيوان، فأنت تنام ولا تحمل هما للطعام، ولا تخاف الحيوانات الغابة المتوحشة، إنني أحسدك. وبعد عدة أيام كان الحمار الوحشي يتمشى قرب نفس القرية، فشاهد حمار العمل يحمل فوق ظهره حملا ثقيلا، وصاحبه يضربه بعصا غليظة ليسرع في سيره. عندئذ قال الحمار الوحشي لنفسه: لا يا صديقي، لن أحسدك بعد الآن، فإنني أراك تدفع ثمنا غاليا لما ظننت أنك تتمتع به من مزايا. لف الحمار نفسه في جلد الأسد وأوهم الجميع أنه أسد، واستمتع الحمار بإثارة الرعب بين الجميع حتى فزعوا منه وهربوا من أمامه. وامتلأ الحمار غرورا فتمادى في القيام بدور الأسد، ولكن حدث ذات يوم أن برزت أذناه الطويلتان من خلف ردائه المزيف، وقبل أن يسرع بإخفائهما شهدهما الثعلب فعرف خدعة الحمار، ولم يلبث الجميع أن شاهدوا الثعلب يتعقب من ظنوه الأسد ملك الغابة ويقوده وهو مسلح بعصا فقط. عندئذ تبينوا الحقيقة وعرفوا أن بعض من يدل مظهرهم على البطش والقوة قد يكونون في حقيقتهم مسالمين تسهل قيادتهم وتوجيههم. كان عند رجل ثوران، أحدهما أبيض والثاني أحمر، يستخدمهما في الحرث وإدارة الساقية وغير ذلك. ولما جاء الشتاء حيث تقل أعمال الزراعة، أعفى الأحمر من الأعمال وأخذ يقدم له كثيرا من الطعام حتى يسمنه ويبيعه. وفي زمن قليل امتلأ لحما وشحما وأصبح يثير الانتباه بضخامة جسمه، فباعه إلى أحد الجزارين. زين الجزار الثور الأحمر بالزهور والشرائط الملونة، ثم خرج به إلى السوق لكي يراه الناس قبل ذبحه ويشتروا من لحمه. فرآه زميله الأبيض وقال له: يا لحظك، تسير بين الناس مكرما معظما وتتركني وحدي أتحمل المشقات. سمع شيخ حكيم هذه القصة فقال: لا خير في تعظيم وراءه بلاء عظيم. وجد أسد جائع أرنبا ينام بين الحشائش، وكان موشكا على الفتك به، لكنه لمح غزالا يجري، فقال الأسد لنفسه: سأجد في هذا الغزال السمين طعاما أفضل بكثير من الأرنب. وسرعان ما ترك الأرنب وانطلق يطارد الغزال بأسرع ما يستطيع. واستمرت المطاردة وقتا طويلا، لكن الغزال كان أسرع من الأسد فاستطاع أن ينجو بحياته. قال الأسد في خيبة أمل: حسنا،
يبدو أنه لابد من الرجوع إلى الأرنب والاكتفاء به. لكنه عندما عاد إلى المكان الذي وجد به الأرنب، كان الصيد قد اختفى. زأر الأسد الجائع في ضيق وقد غلب على أمره. سمع شيخ عجوز هذه القصة فقال: لقد أخطأ الأسد حقا عندما ترك الأرنب يهرب بعد أن حصل عليه فعلا، واندفع في محاولة فاشلة للحصول على صيد أفضل، لكن الحصول عليه كان غير مؤكد. تسلل ذئب وسط قطيع من الخراف وسرق حملا سمينا، وجرى به إلى مكان منعزل، وانقض عليه في وحشية وقسوة وراح يلتهمه. ورغم أنه كان جائعا أشد الجوع، فإنه لم يستطع أكل الحمل كله مرة واحدة. احتفظ الذئب بما بقي من الحمل لوجبة العشاء، ثم استلقى على الأرض ليستريح بعد تلك الأكلة الدسمة. وتصادف أن فأرا كان يسكن في جحر بين جذور إحدى الأشجار المجاورة، فشم رائحة اللحم الطازج. وعندما خرج يبحث رأى الذئب نائما، فجرى إلى اللحم وأمسك بقطعة صغيرة منه يريد أن يخطفها. استيقظ الذئب في الوقت المناسب ليرى الفأر حاملا قطعة اللحم، فصاح صيحة عالية رددت الغابة صداها، وهو يقول: أيها اللص الخائن، كيف تأخذ ما ليس لك؟ النجدة، لقد سرقني هذا الفأر. هنا صاح ثعلب كان قادما على رائحة اللحم: لا تغضب يا صديقي، فقد سبق أن سرقت أنت الحمل كله، وعليك أن تبدأ بنفسك. شعرت حمامة بعطش شديد، وفي أثناء طيرانها وهي تبحث عن الماء أبصرت كوب ماء مرسوما على لافتة. وأعمى العطش الحمامة فلم تتبين أن هذه صورة لكوب وليست كوبا حقيقيا، واتجهت مسرعة نحو ما ظنته كوب ماء، فاصطدمت باللافتة صدمة قوية. انكسر جناحا الحمامة ووقعت على الأرض لا تستطيع التحرك، فأمسك بها بعض المارة وفقدت حريتها وهي تهمس لنفسها: إن اندفاعنا لتحقيق رغباتنا يجب ألا يعمينا عن الانتباه إلى الأخطار. يحكى أن رجلا ثقيل الوزن ركب حماره العجوز وانطلق به في رحلة طويلة بغير أن يفكر فيما يسببه لحماره من تعب وإرهاق. وعندما وصل الرجل إلى جزء من الطريق ينمو على جانبيه كثير من العشب الأخضر، نزل عن حماره وتركه يأكل من ذلك الطعام المجاني. ابتهج الحمار وأخذ ينهق في سعادة، فوصل نهيقه إلى سمع عصابة من اللصوص، فاقتربوا متسللين لسرقته. رأى الرجل اللصوص فنادى حماره وقد ملأه الخوف: اقترب بسرعة، أي نهرب قبل أن يستولي عليك هؤلاء اللصوص. وفي هدوء قال الحمار: اهرب أنت إذا أردت، أما أنا فلماذا أهرب؟ لن يضع على ظهري أكثر مما تضع. فمن كان يشقى مثله في عمله بغير أن يحس من صاحبه برحمة أو شفقة، لن يهمه أن تكون أنت صاحبه أو يكون غيرك. إن سوء معاملتك قد قضت على كل حب لك في قلبي، فانجو بنفسك أنت. وهكذا فقد الرجل حماره لأنه سبق أن فقد حب حماره. ركب الغرور حملة فارتد جلد ذئب وتسلل بين إخوانه من الحملان ليرى ماذا تكون حالهم عند رؤية الذئب في وسطهم. وقبل أن تتاح له الفرصة مشاهدة الذعر بين أفراد القطيع، هجمت عليه كلاب الحراسة
وقد أعدت مخالبها وأسنانها للفتك به. وفي الوقت المناسب اكتشف الراعي الحقيقة فأبعد الكلاب عن الحمل وهي توشك أن تغرس فيه أنيابها، فكفت عن الهجوم. كاد الحمل المسكين يموت ذعرا، وما إن ابتعدت عنه الكلاب حتى سقط وقد فقد الوعي من شدة الصدمة. وعندما أفاق كان لا يزال يرتعش من الخوف وهو يهمس لنفسه. العاقل لا يظهر في غير صورته الحقيقية، وإلا أصابه ما أصابني. خرج ثعلب صغير يتمشى فرأى حصانا ولم يعرف أي الحيوان هو، لأنه كانت المرة الأولى التي يراه فيها، وأسرع إلى صديقه الذئب يخبره أنه شاهد حيوانا كبير الجسم يصلح فريسة لهما. واصطحب الثعلب الذئب وذهب إلى الحصان. قال الثعلب للحصان: سيدي العظيم، أحب أن نتشرف بمعرفة اسمك. ولم يسترح الحصان إلى منظر الحيوانين الجائعين، فقال لهما بعد أن فكر قليلا: لقد كتب صاحبي اسمي على حافر ساقي الخلفية. وأسرع الثعلب صاحب الحيل يعتذر عن قراءة الاسم بأنه لا يعرف القراءة والكتابة، ثم قال: أما صديق الذئب فقد أنفق أهله كثيرا حتى تعلم القراءة. وامتلأ الذئب إعجابا بنفسه عندما سمع هذا المديح، لكنه ما إن تقدم إلى ساق الحصان الخلفية حتى تلقى رفسة قوية في وجهه ألقته بعيدا وقد تحطمت أسنانه وأخذ الدم ينزف من فمه بغزارة. عندئذ جرى الثعلب وهو يقول للذئب: هذا جزاء من يدعي ما لا يعرفه. تسلل كلب إلى مخبز فوجد رغيفا قد احترق معظمه وقد ألقاه العمال في أحد الأركان، واختطف الكلب الجائع الرغيف وأمسكه جيدا بين أسنانه وانطلق يعدو باحثا عن مكان بعيد عن الأنظار يأكله فيه. وفي الطريق قابله كلب آخر وتمنى لو يحصل على ذلك الرغيف المحترق، فقال للكلب الأول: ما هذا الرغيف الذي تمسك به بكل هذا الحرص؟ ألا ترى أنه محروق؟ إنه رغيف ملعون. عندئذ وقف الكلب الأول وأمسك الرغيف جيدا بين مخالبه وقال: بل ملعون من يتركه قبل أن يجد ما هو أفضل منه. ثم عاد فأمسك الرغيف جيدا بين أسنانه وانطلق مبتعدا. كانت سلحفاة كسولة تستدفئ في الشمس، فشكت سوء حظها إلى دجاجة بجوارها لأن أحد لا يريد أن يعلمها الطيران. سمع شكواها نسر كان يحوم حولهما وظن أنه سيجد فيها طعاما ينفعه، فسألها: كم تعطيني إذا حملتك وحلقت بك في الجو؟ فقالت: أعطيك كل ما يمكن أن تعطيه السلحفات. فقال النسر: سأعلمك الطيران إذن. وحملها بين مخالبه وطار حتى ارتفع فوق السحاب. ولما حاول النسر أن يغرز مخالبه في لحمها أخفت السلحفات جسمها. عندئذ أسقطها النسر فجأة فوقعت على صخر جبل وتهشمت العظام التي تحميها، وقالت وهي تلفظ آخر أنفاسها: إني أستحق كل ما جرى لي، لقد أردت تعلم الطيران بينما أمشي على الأرض في صعوبة، إن السير وراء الأوهام لا يجلب إلا سوء الحال. سافر حصان وكلب معا، وأثناء سيرهما
وجدا لفافة ملقاة على جانب الطريق. التقطها الحصان فوجدها كتابة، وبدأ الحصان يقرأ. فاتضح أن الموضوعات كلها عن الفول والشعير، وعن كل أنواع الطعام الذي تحبه الخيول. وأحس الكلب بالضيق الشديد وهو يصغي إلى كل ذلك، فصاح: اقلب بعض الصفحات يا صديقي، فقد تجد شيئا عن اللحم والعظام. وتصفح الحصان الأوراق فلم يجد شيئا مما سأل عنه الكلب، وأخبره بهذا. فقال الكلب بضيق: إذن ألقي هذه الأوراق بعيدا، فليس لمثل هذا الشيء أي فائدة. أخذ الفلاح بقرته إلى حقل لتحرثه، وخرج مع البقرة عجلها يجري وراءها، وبدأت البقرة تجر المحراث. فقالت لابنها: اذهب يا ولدي خارج هذا الحقل والعب إلى أن أقوم بعملي. لكن الصغير الذي كان يحب أمه كثيرا رفض أن يفارقها، وقال: اتركيني أبقى معك حتى لا تشعري بالوحشة. وارتاحت الأم الحنون لهذا الشعور الطيب من ولدها، فسمحت له بالبقاء إلى جوارها. وأخذت البقرة تجر المحراث وصغيرها يمشي إلى جوارها، لكنها شعرت بالقلق عليه خوفا من سقوطه أو تأخره عنها، واضطرت لذلك أن تبطئ من سيرها، كما أنها لم تستطع السير في خطوط مستقيمة. عندئذ غضب الفلاح وانهال عليها ضربا وصياحا، وأصبح ذلك اليوم من أقسى الأيام على البقرة، إذ نالت نصيبا كبيرا من الألم والألفاظ القاسية. عندئذ التفتت البقرة إلى ولدها وقالت: يا بني العزيز، لو كنت تحب أمك حقا فمن الواجب عليك أن تبقى بعيدا عنها حتى تخفف عذابها. سمع شيخ عجوز هذه القصة فقال: قد ترتاح نفوسنا للعواطف الزائدة، لكن لابد أن نراعي ألا تسبب عواطفنا الأذى لمن نحب. ذات يوم استدعى الأسد الضبع وسأله: أيها الضبع، أخبرني بالحقيقة وقل لي، هل رائحة فمي سيئة؟ قال الضبع بعد تردد: إذا أردت الحقيقة يا سيد الأسد، إنها سيئة جدا. زأر الأسد في غضب وقال ثائرا: كيف تجرؤ على إهانتي؟ وبضربة واحدة أطاح برأس الضبع. ثم نادى الذئب وسأله: هل صحيح أيها الذئب أن رائحة فمي سيئة جدا؟ قال الذئب في حماس وقد رأى رأس الضبع الطائر: إطلاقا أيها الأسد، إنها تذكرني برائحة الورد. زأر الأسد غاضبا: أيها الكاذب المنافق! وبضربة واحدة أطاح برأس الذئب. وأخيرا طلب الأسد أن يستمع إلى رأي الثعلب قائلا له: أيها الحكيم بين الحيوانات، أخبرني، ما رأيك في رائحة فمي؟ تمهل الثعلب ثم قال: كيف أستطيع أن أخبرك عن ذلك يا سيدي الأسد؟ وقد أصابني برد منذ عدة أيام، فقدت معه حاسة الشم تماما. سمع شيخ حكيم هذه القصة فقال: إذا استقبلنا وجهة نظر من نطلب رأيهم بالثورة والعنف، خلقنا جيلا جبانا منافقا لا رأي له ولا شجاعة عنده. وقف أسد جائع يراقب ثورا يأكل طعامه في حقل، ويقول لنفسه: لو أن هذا الثور ليست له قرون لاستطعت أن أجعل منه وليمة فاخرة، لكن قرونه هذه يمكن أن تنطحني وتطيح بي إلى السماء. ثم خطرت له فكرة،
فاقترب بهدوء من ثور وقال له في ود: كم أنا معجب بك أيها ثور الصديق، ما ألطف رأسك وما أروع كتفيك، أما قوائمك فهي القوة المجسمة، لكنني في الحقيقة لست أدري لماذا تضع هذه القرون فوق رأسك. انظر، إنني لا أضع مثلها أبدا، لابد أنها تسبب لك الصداع، فهي تفسد مظهرك الأنيق الذي يثير إعجاب كل من يراك. قال الثور وقد لعب ذلك الثناء بعقله: هل ترى ذلك؟ إنني لم أفكر في هذا الأمر من قبل، لكنك جعلتني أرى الآن بوضوح أنها تفسد مظهري. وكما اقترب الأسد في هدوء، ابتعد أيضا في هدوء واختفى خلف شجرة ليراقب الثور. وعندئذ بدأ الثور ينطح قرنيه في صخرة، وتحطم القرن الأول وبعده الثاني، وأصبح رأس الثور عاريا مستويا. عندئذ زأر الأسد وهو يقفز من مخبئه صائحا: لقد فزت بك الآن، وشكرا لك أنك تخلصت من قرنيك، لقد كانا الشيء الوحيد الذي منعني من الهجوم عليك. سمع شيخ حكيم هذه القصة فقال: ضاع الثور لأنه تخلى عن سلاحه الوحيد في مقابل كلمات كاذبة. يحكى أنه في إحدى مدن الهند تم وضع تمثال مقدس على ظهر حمار، وأنهم اخترقوا به الشارع الرئيسي في مدينة كبيرة، وتجمع الناس من كل القرى المجاورة ليشاهدوا الموكب، وهم يتدافعون ويتزاحمون ليفوزوا بمكان قريب من الحمار فيشاهدوا التمثال عن قرب. وعندما كان الحمار يمر بهم كانوا ينحنون تحية للتمثال، وبعضهم مد يده ليلمسه. وهكذا بدأ الحمار يحس أنه حيوان مهم جدا. قال لنفسه: ما أروع كل هذا الاحترام الذي يظهرونه لي، لم أعرف قبل الآن مدى تأثيري في الناس، كم كنت متهاونا في حق نفسي عندما كنت أخضع في كل حياتي السابقة لأوامر صاحبي. وهكذا قرر الحمار أن يستخدم سلطانه، فقال لنفسه: الحقيقة أنه لم تعد بي رغبة في السير أبعد من هذا، سأتوقف هنا ليعطي الناس فرصة لإظهار إعجابهم بي. وهكذا رفض الحمار أن يتقدم خطوة أخرى، لكن ضربة مؤلمة نزلت في الحال على ظهره بينما صاح صاحبه غاضبا: هيا سر، ماذا تقصد بتعطيل الموكب بهذا الشكل؟ أجاب الحمار غاضبا: إنني أعطي هؤلاء الطيبين الفرصة ليتطلعوا إلى طلعتي. عندئذ ضحك سيده وقال وهو يجذب الحمار من رباطه: يا لك من حيوان غبي، إن هؤلاء الناس لا يهتمون بك، بل حضروا ليشاهدوا التمثال الذي تحمله على ظهرك. هيا تقدم أمامي قبل أن أغضب عليك أكثر من هذا فتحس بطعم العسى مرة ومرات. كانت توجد في غابة مساحة خالية من الأشجار، تنمو في وسطها شجرة تفاح جميلة ذات فاكهة حلوة. وذات يوم جاء حمار يجري على الأرض الخالية، لكنه لم يكن ينظر أمامه، فاصطدم بالشجرة وكانت الصدمة شديدة فألمته جدا. امتلأ الحمار بالغضب فذهب إلى حافة النهر حيث يسكن أحد كلاب الماء المشهورة بقدرتها على قطع الأشجار بأسنانها لتصنع منها السدود في مجاري الماء فتحجز الماء وترفع مستواه. قال الحمار لكلب الماء: هل تعرف يا صديقي تلك الأرض الخالية وسط الغابة التي تنمو بها شجرة التفاح؟ قال كلب الماء:
طبعا أعرفها. قال الحمار: أرجو أن تصنع لي معروفة، اقطع تلك الشجرة بأسنانك الحادة. قال كلب الماء: لماذا أفعل ذلك؟ قال الحمار: لقد اصطدم رأسي بها، انظر كيف تورم رأسي، إنه ورم مؤلم كبير. قال كلب الماء: وأين كانت عيناك؟ قال الحمار: ولماذا تسأل مثل هذه الأسئلة؟ لقد كنت أنظر إلى ناحية أخرى، أرجو أن تذهب وتقطع تلك الشجرة. قال كلب الماء: لكنني لا أرغب في ذلك، إن شكل تلك الشجرة جميل وسط الأرض الخالية. قال الحمار: ماذا حدث؟ هل أصبح قطع شجرة أمرا صعبا بالنسبة إليك؟ قال كلب الماء: لا، ليس صعبا، لكنني لا أريد أن أفعل ما تطلبه مني، لأنني إذا قطعت الشجرة فإنك ستصطدم بالجذع. قال الحمار: يمكنك أن تحفر وتقتلع الجذع أيضا. قال كلب الماء: إذا فعلت هذا فستسقط في الحفرة مكان الجذع وتكسر رجلك. قال الحمار: ولماذا يحدث كل هذا؟ قال كلب الماء: لا لي شيء، إلا لأنك حمار، لا تريد أن تنظر أمامك عندما تجري أو تسير. يحكى أن ذئبا كان يعيش وحيدا في جحره، ولم يحدث مرة واحدة في حياته أن نظف بيته أو أصلح شقوقه. كان البيت قذرا متهالكا يوشك أن يسقط. وذات يوم كان فيل يمر بجوار بيت الذئب، فاصطدم به اصطداما بسيطا، لكنها كانت كافية ليسقط سقف البيت. قال الفيل للذئب: أنا آسف جدا، أقدم لك اعتذاري، لم أقصد أن أحطم سقف بيتك، سأقوم بإصلاحه في الحال. وكان الفيل نشيطا ماهرا، وسرعان ما أصلح السقف فعاد أفضل مما كان. قال الذئب لنفسه: يبدو أن الفيل يخاف مني، لقد بدأ فقدم لاعتذاره ثم أسرع بإصلاح السقف، لماذا لا أطالبه بإقامة بيت جديد لي؟ ما دام يخاف مني فسينفذ ما أطلبه منه. لذلك صاح الذئب بالفيل قائلا: ما هذا الذي فعلت؟ هل تتصور أنه يمكن أن تنتهي من المسألة بهذه البساطة؟ لقد أطحت بسقف بيتي ثم أعدت تركيبه على أسوأ صورة، والآن تحاول الفرار. لابد أن تبني لي بيتا جديدا، لا تقف عندك هكذا، وإلا لقنتك درسا لن تنساه. ولم يقل الفيل شيئا، بل تقدم في هدوء ومد خرطومه وأمسك الذئب من وسطه ورفعه عاليا، ثم ألقى به في حفرة ملآنة بالماء الراكد، ثم جلس بجسمه الضخم فوق بيت الذئب. وبعدئذ قال وهو يسير مبتعدا: ها هو بيتك الجديد الذي تريده مني. قال الذئب وقد أصابته الدهشة: لست أفهم شيئا، لقد بدأ فأظهر لي شديد أسفه، وفي النهاية يفعل هذا، الحقيقة أنا لا أفهم أي شيء. صاح به غراب عجوز شاهد القصة من بدايتها: أيها الغبي الأحمق، أنت الذي لا تعرف الفرق بين تصرفات الجبان الضعيف وتصرفات القوي الذي يتعامل بالذوق والأخلاق الفاضلة مع من هو أضعف منه.